على كل تكتسي المحلات باللون الأحمر ويشغل تفكير الجميع البحث عن الهدية المناسبة لشريك الحياة أو الصديق أو حتى القريب. فالاحتفال بالحب لا يقتصر على الأزواج والمرتبطين فقط، فارتبط اللون الأحمر بفالنتاين سواء في الهدايا أو الزهور التي تطرحها المحلات التجارية المختلفة في هذا اليوم، وذلك لعلاقته باحمرار الوجه واندفاع الدم. فعندما ينجذب شخص لآخر يقال إن التفاعلات الكيميائية تحدث في الجسم مما يؤدي إلى ضخ القلب بشكل أسرع ويتسبب في تحول الخدين إلى اللون الأحمر الوردي. لذلك عندما يرتدي المحب اللون الأحمر في الفالنتاين هذا يعني أن دمه يتدفق من أجل شخص مميز، وفقاً لما ذكره موقع هير كلتشر. من أهم طقوس التعبير عن الحب في الفالنتاين تبادل الورود، فالورود الحمراء تحديداً باتت رمزاً لديمومة الحب والرومانسية، كما أن الدب أو دمية الدبدوب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفالنتاين باعتباره رمز الحب والمسامحة منذ مئات السنين. وبما أن الألماس باقي للأبد وكذلك الحب، فتعد المجوهرات الماسية من أشهر الهدايا التي تقدم في يوم الحب، وربما يعبر أكثر من غيره عن جدية العلاقة. الشوكولا الفاخرة من رموز يوم الحب الأساسية، وأصبح العشق مرتبطاً ارتباطاً أبدياً بها، فصندوق الشوكولا بالعلبة الحمراء من الهدايا الأكثر تداولاً في يوم الحب. مما لا شك فيه أن العطور إحدى أكثر الطرق التي استخدمت لإثارة العواطف، فليس هناك طريقة أفضل للتعبير عن عواطفك أكثر من عطر تقدمه كهدية في هذه المناسبة.